وللاطلاع على أوضاع الحجاج البحرينيين ينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من مكة المكرمة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة البحرين للحج. فضيلة الشيخ، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا على أوضاع حجاج مملكة البحرين الآن في مكة المكرمة، خاصة في يعني بعد أيام التشريق؟ مرحبا، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير، وأشكركم حقيقة على اهتمامكم بأخبار حجاجنا في مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين. وأحب أن أطمئن أهلنا في البحرين بأن حجاج مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين بخير وبصحة طيبة ولله الحمد، وذلك بحسب متابعات لجان البعثة في مقرات حملات الحج أو ترددهم على عيادات البحرين الطبية. فالأمور إن شاء الله مطمئنة ولله الحمد، واليوم إن شاء الله كما ذكرتم هو آخر أيام التشريق، وستصل إن شاء الله مساء اليوم أولى أفواج الحجاج، وغدا بإذن الله حتى نهاية الأسبوع، ومنهم من يعني يتوجهون إلى المدينة لمدة يومين ثم يرجعون إلى البحرين إن شاء الله. طبعا بهذه المناسبة حقيقة لا أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة ودعمهم الكبير والمستمر لبعثة الحج، وحرصهم على توجيهنا لتقديم أفضل الخدمات لحجاجنا من المواطنين المقيمين. والشكر موصول أيضا لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمونه الحقيقة من خدمات وجهود جبارة، وتسخيرهم لجميع الإمكانات المادية والبشرية في المملكة من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام والتيسير والتسهيل عليهم، فجزا الله الجميع خير الجزاء. نعم، إذا من مكة المكرمة فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة البحرين للحج، شكرا جزيلا لك.